ارتفاع قياسي لإصابة كورونا في الجزائر. بالماضي يؤكد أن الخضر يصرون على الفوز والزول تمثل أمام العدالة بعد خبر فرارها. هذه الأخبار وأخرى ننقلها لكم من منصة أوراس، فأهلا بكم. سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابة بكورونا، قدر ب 1359 إصابة جديدة فيما تم إحصاء 8 وفيات. بالمقابل تعافى من الوباء 576 مريض. قال الناخب الوطني جمال بالماضي إن الخضر واجهوا تحديات صعبة في مشوارهم لكنهم تجاوزوها، لذلك فمنتخب كوت ديفوار لا يعد الأصعب. وشدد بالماضي على ضرورة تقديم المنتخب أفضل ما لديه والتركيز على حل مشكل العقم الهجومي لأن الحظوظ ما زالت قائمة للتأهل. قال الرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إبراهيم طيري إن مقاطعة العمل القضائي ستستمر إلى غاية استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة، من بينها استحداث نظام الضريبة أو فتح أبواب الحوار للمناقشة البدائل المتاحة أمام المحامين. وأكد طيري أن المقاطعة تشمل كذلك محاكمة جميع المواطنين بما في ذلك المسؤولين الكبار. مثلت الفنانة نوميديا للزول أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء كأحد المشتبه بهم من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في قضية النصب على أكثر من 75 طالباً من طرف شركة وهمية بغرض الدراسة في الخارج، وجاء ذلك بعد أن أعلنت مديرية الأمن الوطني أن للزول في حالة فرار. نهاية النشرة، لمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.